واقع الصيد البحري في الجزائر واقع يسوده الاضطراب وعدم الاستقرار، لم يتطور بالشكل المعول عليه رغم كل محاولات الإصلاح والبرامج والمخططات والوزراء المتعاقبين. النتيجة واحدة، رقم الإنتاج الوطني المسجل سنوياً والمقدر بمئة ألف طن لم يرتفع منذ 30 سنة، في الوقت الذي تضاعف فيه عدد السكان والعتاد. الإشكالية الموجودة بالنسبة للإنتاج البحري هو أننا إذا شفنا من ناحية العرض نجد أن منذ حوالي 30 سنة على الأقل من ناحية الإحصائيات المتوفرة، يعني منذ سنة 1990 إلى غاية اليوم، تقريبا نفس الكمية المصطادة كمعدل هي نفس الكمية المصطادة منذ ما يقارب 30 سنة على الأقل بالنسبة للإنتاج البحري، يعني بالنسبة لكميات المصطادة على مستوى البحر اللي هي تقارب 100,000 طن كمعدل سنوي، 100,000 طن. بالمقابل نجد أن أسطول الصيد البحري اللي كان قبل سنوات، قبل 10-15 سنة من الآن، كان في حدود 2500 باخرة، اليوم رانا في 6000، أكثر من 6000 باخرة لصيد البحر. نزلنا إلى الميدان تزامنا وعدم السماح بإجراء رحلات صيد بسبب الاضطرابات الجوية. التقينا عبد النور، ربان ومجهز سفن، مهنته ركوب البحر وصيد السمك. كشف لنا عن بعض الأسباب المهنية والإدارية التي تعيق تطور الإنتاج في الجزائر. بالنسبة للعرض كان يعني بزاف أسبابه، ماشي سبب واحد ولا زوج، من بينها عتاد الصيد البحري راهو يعني غلا، السفن نقصوا، زيد السمك نقص، والسمك نقص ثاني كان عنده أسباب، الأسباب تاعو من بينها عدم احترام الرحلة البيولوجية، كذلك المقاس تاعو لا طاي مارشو، سردينه صغيره يصيدوها، تلوث. لازم يعني كاين سفن خاصه يعني هي اللي تنقي البحر، نروح ترمي الشبكات تاعك، نحطوا الشبكات تاعنا، غدوه نلقاوها بالصاشيات، نلقاوها بالزبن، نلقاوها بالقرع بالبلاستيك، هذا يسبب في نقص الاسماك. تصريح المسؤول الاول عن قطاع الصيد البحري يقابله مطالب متكرره للصيادين يجعل القيام باصلاحات حقيقيه وجاده أولوية قصوى ونتيجة يجب أن تتحقق من أجل واقع أفضل يتماشى مع مقدرات الجزائر وثرواتها من جهة وتطلعات المواطنين من جهة أخرى.